السلام عليكم. موضوعنا اليوم أخطاء شائعة الناس يعني تصدق بهن وتتوهم بهن. بصراحة هو الموضوع فيديو شفته باليوتيوب بالفيسبوك وفيديو شفته باليوتيوب. الفيديو الأول هو يحكي عن تشغيل السيارة، تشغيل طوارئ، وأنا هذا الفيديو حاكي قبل، راح أخليكم الرابط مالته بالوصف. خوش حكي. يقول له رايح يبدل دهن عند السيارة، رايح يبدل دهن، قايل له أبو الدهن، قايل له هاي أنت سيارتك مالهم وصلت 30,000، ماشية 30,000 كيلو، لازم كل شهر ترستها. يا أبو خوش، شلون رستها؟ الدوس أول دوسة بالبصمة وثاني دوسة تظل مستمر 30 ثانية، راح تشتغل السيارة وتترست والعقل يرست وما أعرف شنو. وهذا حبيبي هذا مو ترسيت، هذا تشغيل طوارئ، اذا عطلت الدوسه مال البريك الدوسه راح تشتغل. والفيديو الثاني خلينا نشوف الفيديو الاول بعدين نرجع لكم نشوف الفيديو الثاني. السلام عليكم اخواني الفائده. يما ابو الدهن تبدل دهن، وطبعا سيارتي ماشي عليها فوق ال30 تقريبا. فعلمني طريقه ورا ما كمل الدهن، قال هاي المفروض بك كل اسبوعين تقريبا تسويها لاعاده برمجه السياره. فعجبتني الشغله وبنفس الوقت هي مفيده، فقلت الكل يستفاد من عندها والله ينفع الكل بهاي الشغله. السياره تجي على البصمه الضغطه الاولى، المفروض يعني تدوس بريك وتشغل او مباشره تدوس بريك تشغل، بس هاي الطريقه لا، مجرد الضغطة الأولى. الضغطة الثانية تبقى ضاغط، ما ترفع يدك نهائيا لمدة 12 ثانية تقريبا بدون ما تخلي رجلك على البريك. طبعا رافع رجلك اوتوماتيكيا، هاي 12 ثانية اشتغلت السيارة. بهاي الفترة ال 12 ثانية تقريبا يقول السيارة يعني الشحنات الكهربائية الزايدة بها تطلع، إعادة برمجة للسيارة، تهيئة السيارة، يعني يقول ما طريقة كلها على أبو السيارة أو اللي ناشر الفيديو، ما أعتب عليه لأن هو إنسان يعني يريد يفيد الناس وكاتب الفيديو للفائدة وهذا، بس معلومات مو صحيحة للأسف، معلومات خطأ. وأنا كتبت له هذا تشغيل طوارئ، خوش حكي، تستخدمه إذا عطلت الجوزة مال البرايك بعد الدوس ما يشتغل لا ستوب لايت ولا السيارة تنمر منها، الجير هذا هم ما يشتغل يقوم، والسيارة ما تشتغل تقدر تشغل سيارة تشغيل طوارئ. ويعني حاكي هواي هذا الموضوع وتقدرون تشوفوه بالفيديو اللي خليت لكم اياه بالوصف. الثاني المشكلة هو يقول انا مصلح وخبير ويفتهم بالسيارات، يقول هذا التشغيل مو صحيح، يعني هاي الشغلة مال تشغيل الطوارئ هاي هذا التشغيل الصحيح للسيارة. يعني هاي الطامة الكبرى، يعني لو واحد ما يعرف تقول يابا هذا ما يعرف وحقه وعبرت عليه. الثاني هذا هو يعرف و24 ساعة يصلح بالسيارات، خوش، ويقول هذا التشغيل الصحيح. خلينا نشوف الفيديو وبعدين نرجع لكم. نضغط بريك، نضغط بريك وبعدين نضغط البصمة، اشتغلت السيارة. هذه الطريقة خطأ مو صحيحة، وأقول لكم ليش وشلون نشغل السيارة بصورة صحيحة. الطريقة الصحيحة إنه شو نسوي؟ نضغط ضغطة واحدة، هذه ثانية مطولة فتحة سويتش. هسه أنا رجلي وين؟ برا السيارة. شفتوا شلون يقول هذا التشغيل مو صحيح، والتشغيل الصحيح هو الدوسة أول دوسة والثاني دوسة. زين أنا إذا مستعجل وعندي شغل أظل أنتظر؟ خب قبل دوس بريك وشغل. يعني يا أخي والله العظيم هو التشغيل الصحيح دوس بريك وتشغل. إذا أكو شيء كان شركة قالوا لك يابا هذا هيك شي لازم تدوس هاي يسوي لك إياها، يعني هم من البداية إذا تدوس خطأ يطلع لك بالدشبول يقول لك هذا الشغل خطأ. يعني أتمنى يعني هاي العقل مالتك شوية تشغله، خوش، مو ما يخلون يورطون الناس على مود يوم يومين تعطل السياره مالته. كل الناس كل الفيديوهات انتبهوا للمشاهير على اليوتيوب او اي واحد يجي يشغل سياره دوس بريك وشغل، هو نفسه هذا اللي مسوي هذا الفيديو. اذا تتابعون اذا تروحون القناه مالته وتتابعون الفيديو الاخير، طف السياره بالطريق ويقول شلون تشغلها لمسه بريك وشغل. يعني هو يناقض نفسه والمشكله بنفس الفيديو، خوش. يا اخي هسه انت معلوماتك خطا وماكو واحد ما يخطا، انا واحد من الناس
خطأت مرة وجيت حذفت الفيديو وانتهت المشكلة. الفيديو النوب ناشره من 2018 ولحد الآن موجود الفيديو وما حذفه. والله ليش خاف شوية تنزل مشاهدات مال القناة؟ أنا على أبو المشاهدات والله العظيم. أنا قبل كم يوم صارت عندي مشكلة بالقناة، 64 مقطع فيديو حذفت ويش عادي، ونزلت المشاهدات صارت 3 ملايين عادي ماكو أي، وإذا نزلت يعني ما اعرف الناس شلون دا تفكر ما اعرف. المهم هذا يعني هسه صاروا اثنين، هاي اثنين يعلمون الناس خطا. خوش اخوان هذا تشغيل طوارئ، ان شاء الله الفكره واضحه زين. انا نشرت هذا الفيديو على مود يعني تصير توعيه للناس اكثر وما يوقعون بنفس الخطا. خوش وراح انشر هذا الفيديو همين على الفيسبوك. الشغله الثالثه، واحد من الاخوه يسال عند السياره اوبتيما 13، يقول خلي نشوف الفيديو. انا هم جايب الفيديو مالته، خلي نشوف الفيديو بعدين احكي لكم عليه. هاي فلقيت هذا المكان بتشك ما شيء يصير صفح، حط بيه البصمه يدن الكوشن وبس، ما تفتح لا ناريه ولا شيء، اطلعها يرجع الكوشن و ما ادري. انا للعلم 2013 خليجي السيارة، اللي يعرف خلي يعطينا معلومة. شفنا الفيديو مالته، يقول هاي ما اعرفها شنو، هاي تستخدمها اذا السيارة مالتك البطارية مال البصمة خلصت شحن. يعني هسه مو السيارات الجديدة، اذا تخلص شحن هاي البطارية تفتح تقدر تشغل هيج قبال، تدوس بالبصمة نفسها تشغل. هم يطلع لنا واحد هسه يقول هذا التشغيل الصحيح. المهم اي هناك لا، هناك اكو بالسوناتة تصير هنا بالنص بالتشيك ماتش، تصير هنا مكان البصمة تخليه راح تفتح النارية تقدر تشغل السيارة. بالاوبتيما تصير بالتشيك ماتش الجوة، اخواننا السعوديين يسموها الدرج، بالدرج الجوة اكو مكان للبصمة تقدر تخليها. بالمهافي صايرة بصف السويتش، بصف زر التشغيل، ما اعرف هاي الصفحة بهاي الصفحة هسه انا شايفها بصف زر التشغيل، تخليها او تقدر تشغل السيارة اذا كانت هاي البطارية مخلصة شحن. من تطور العلم سووا لغوا هذن الفتحات، تدور عليهن هسه ماكو، لغوهن. ايش سووا؟ خلوا مغناطيس هنا، هذا المغناطيس يتحسس طبعا على نفس الكود اللي موجود، يعني بس هاي البصمة اذا خلصت شحن تقدر تشغل بها السيارة رأسا من نفس البصمة، لان العلم تطور وصارت الشغلة أسهل. لهنا أنا وانتهى الفيديو مالتنا، إن شاء الله عجبكم. اللي ما مشتركين بالقناة اشتركون بالقناة. أخوكم حسن المسيباوي في مالا.